السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أن نتكلم عن فوائد مشروب الزنجبيل بالقرفة، الزنجبيل مع القرفة. كلنا يعرف أن الزنجبيل يحتوي على مجموعة من العناصر المغذية كالألياف الغذائية والبروتينات والدهون والزيوت الطيارة والمواد النشوية والسكرية وفيتامين سي وأي، إضافة إلى الفسفور والبوتاسيوم. كما تحتوي القرفة على مكونات مشابهة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية والألياف والبروتينات والكربوهيدرات، بينما تخلو تماما من الكوليسترول. وعند مزج الزنجبيل بالقرفة فإنها تعطي الجسم فوائد مضاعفة للجسم، وأيضا تقيه من الكثير من الأمراض. وقد أكد خبراء التغذية بأنه لا ضرر من خلط الزنجبيل بالقرفة ولا يسبب أي مشكلات صحية كما هو شائع لدى البعض، بل على العكس، فإن اندماج العشبتين معا في مشروب واحد يعطي فوائد عدة. نستعرض أهمها فيما يلي. فوائد مشروب الزنجبيل بالقرفة: يساعد في تقوية الجهاز المناعي ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات والفطريات والميكروبات الضارة. أيضا يفيد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم ويقوي عضلة القلب ويوسع الأوعية الدموية والشرايين ويمنع تجلط الدم وينشط إفراز الهرمونات الذكرية والأنثوية ويزيد تدفق الدم للأعضاء التناسلية. أيضا الخلط هذا يقوي من عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، لذا ينصح بشربه لإنقاص الوزن الزائد ومكافحة السمنة المفرطة، خاصة إذا تم تناول بعد الوجبة الدسمة مباشرة. أيضا يفيد في علاج الصداع العادي والنصفي، كما يقاوم حالات دوار الرأس الدوخة، ويمنع القيء والشعور بالغثيان خاصة في الصباح. يساهم في تسكين آلام الأسنان، كما يعمل على علاج التهابات في الجسم كالتهاب المفاصل، روماتيزم، يسكن الآلام، يسهل حركة المفصل المتورم، يفيد الفتيات في تخفيف حدة آلام الدورة الشهرية ويدر الحيض المحتبس، كما يزيد من انقباضات الرحم، لذا تمنع المرأة الحامل من شربه لأنه قد يؤدي إلى حدوث الإجهاض. أيضا يسهل عملية هضم ويساعد على تسريعها ويكافح الإمساك ويلين الأمعاء ويلين الأمعاء ويطرد الغازات والانتفاخ، كما يقتل البكتيريا المعوية، يقاوم نمو وانتشار الأورام السرطانية لغناه بمضادات الأكسدة، يعالج أعراض نزلات البرد ويفيد في علاج التهابات الحلق واللوزتين والقصبات الهوائية وضيق التنفس، وأيضا يفيد في علاج الأنفلونزا والزكام والسعال والاحتقان والتهاب الجيوب الأنفية، يطرد البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي والرئتين، يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، كما يخفض نسبة الكوليسترول الضار، يدر البول وينشط عمل الكلى والمثانة ويطهرها من الترسبات والشوائب، بالإضافة إلى فوائد كثيرة لا يسع الوقت لذكرها. هذا ما أردنا أن نبينه من فوائد الزنجبيل مع القرفة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.